السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي هذه الحلقة نتكلم عن حب العزيز أو حبة العزيز. وهذه الحبوب توجد في كثير من الدول، منها دول الخليج على الخصوص، يعني هذه الدول الشرقية قليلة في دول المغرب العربي أو لا تكاد توجد هذه حب العزيز. وهي تستهلك، هي في شجرة حب العزيز تقريبا في حجم شجر الرمان، يعني في حجر شجرة الرمان. وحبوب هذه الشجرة تكون في حجم الحمص، يعني هذه تكون شوية متجعدة، لما تيبس تأخذ تجاعيد. وهي تستهلك وسميت حب العزيز لأن كلمة العزيز باللغة المصرية القديمة تعني يعني الحاكم أو الملك. ويحكى أن كان هذه الملوك مصر كانوا يستهلكون هذه الحبوب بكثرة، وكانوا يفضلونها ويستهلكونها بكثرة، وطبعا كانت دائما داخل النظام، نظامهم الغذائي. لا يمكن أن يخلق الله شيء هكذا يعني عبث، وكل الأشياء الموجودة هي مسخرة للإنسان، ولا يمكن أن يكون شيء بدون أهمية من الناحية الغذائية. لكن يجب أن لا يأخذ حجم أكبر، يعني أننا نستهلك للعلاجات أو أن نكثر عنه الحديث لأن الناس يقبلون عليه، ثم نبدأ يعني نختلق حوله بعض الخزعبلات إلى آخره. حب العزيز حبوب يعني كجميع الأشياء الأخرى التي خلق الله في الطبيعة، مثل حب ثمار السدر هذا العناب أو النبق، أو مثل يعني ثمار الدوم أو مثل ثمار هذا، هي كجميع الحبوب هي قوية شوية، لأن كل نبات فيه سر طبعا، وهي لها مميزات، وأن ليس فيها سمومية، ولكن لا يكثر الناس على استهلاكها بكثرة. لماذا؟ لأنها تقطع الشهية، وسنقول لماذا. حب العزيز يحتوي كالحبوب الأخرى كما تكلمنا، هو يعتبر كذلك مصدر من الفيتوستيرول والفيتوستروجين. هذه الحبوب كلها يعني تستهلك بكمية ضئيلة أو لا تكاد تستهلك. لكن قوة هذه الحبوب أنها فيها مادة دسمة، أن فيها زيوت، وأن الحمضيات الدهنية الغير مشبعة فيها حمض الأوليك، يعني حمض الأوليك هو سمي حمض الأوليك لأنه يميز الزيتون، يعني هو الكاركتيرستيكس، هو يعني من جملة يعني خصائص زيت الزيتون، وأن حمض الأوليك رغم أنه يوجد في كل النباتات الزيتية طبعا، ويعني هذا حمض الأوليك يوجد بكمية مرتفعة في حب العزيز. والحمض الأوليك لما يتأكسد إلى الأوليل إيثانول أميد، هذه الـ OEA، هذه الإيثانول الأوليك إيثانول أميد، وهذا المكون هو الذي يقطع الشهية، يعني هو يحس الشخص يحس بشبع، هذه يعني الساتيتي. ولذلك هذه الحبوب هي تشبع، وكانت تستهلك يعني في المجاعات إلى آخره، لما يجد الناس لا يأكلون كانت تستهلك. لماذا؟ لأن الشخص لا يحس بالجوع، ويعني تعطي كمية جيدة. من جملة كذلك خصائص هذه الحبوب ليس حمض الأوليك فقط، عليا كل النباتات التي تحتوي على حمض الأوليك هي نباتات جيدة وقوية طبعا، لأن حمض الأوليك هو من الحمضيات الدهنية الغير المشبعة، وهو من الحمضيات الدهنية التي تنشط الخلايا الجهاز العصبي على الخصوص، لأن الفوسفوليبيدز هذا يتكون من هذه الحمضيات الدهنية طبعا، وهو من جودة الدهون، جودة عالية، جودة الدهون العالية في الطبيعة، يعني الدهون ذات الجودة العالية هي زيت الزيتون طبعا، وهي كل المواد الدسمة النباتية، يعني كل الزيوت النباتية التي توجد في النبات، وليست الزيوت المستخرجة، لأن لما نستخرج هذه الزيوت فتصبح شيء آخر. فطبعا هذه الحمض الأوليك شيء من توكوفيرول، ولكن لا باستهلاك هذه الحبوب لا تعطي كمية كبيرة للجسم. لكن يعني هناك خاصيتان قويتان هنا، أن الفيتوستيرولات مع الفيتوستروجينات طبعا، يعني إلى جانب الحبوب التي تكلمنا عنها، ثم حمض الأوليك بنسبة جيدة، يعني وهذا حمض الفوليك كما قلنا يتحول إلى OAA، هو OEA هذا الأولين الإيثانول أميد في الجسم، هو الذي يعني يحدث هذا الإحساس بالشبع، يعني يقطع الشهية تماما. ثم هناك مكون آخر وهو حمض أمين يسمى الأرجينين، ومكون الأرجينين هو من المكونات يعني الغذائية
التي تساهم في يعني زيادة في الخصوبة، الزيادة في الخصوبة. لماذا؟ علميا ما نقول شيء هكذا فوكأننا نقلنا أو سمعنا، لكن هذه أشياء نحن نعلم الميكانيزمات العلمية والميكانيزمات طبعا على مستوى التفاعلات الكيماوية الباتويز داخل الجسم وكيف تعمل مع بعضها، وشيء معقد لكننا نبسط يعني بقدر الإمكان، ويعني نبسط للناس لأن يعني هذه المصطلحات العلمية هي ليست هي التي تنفع الناس، ولكننا يعني نريد أن يعلم الناس أننا نتكلم بعلم وأن هذه الأشياء ليست هكذا مسموعة أو منقولة من شبكة العنكبوتية أو شيء. فالأرجينين حمض الأرجينين كل المكونات يعني النباتية أو الغذائية أو الموجودة في الطبيعة القوية بمكون الأرجينين هي من الأغذية أو من المكونات التي ترفع هرمون التستوستيرون عند الرجال. معلوم علاقة الأرجينين بالتستوستيرون معروفة هذه يعني علميا يعني لا أحد يعني يعارض في ذلك. لما يكون عندنا أرجينين بتركيز مرتفع طبعا فهذا يعني على أن هذا الشيء سيزيد في ارتفاع التستوستيرون. طبعا لما يرتفع التستوستيرون ترتفع الخلايا يعني التناسلية أو الخلايا الولادية طبعا عند الرجال، وبذلك لا يكون هناك يعني عقم، لا يكون هناك يعني عدم خصوبة أو هذا. فهذه الأشياء ترفع الخصوبة، وهذا لا يعني على أن الأشخاص الذين لديهم خصوبة منخفضة لما يتناولوا هذه الأشياء نعم سيكون هناك يعني أثر إيجابي، ولكن يجب أن يوقفوا الأشياء التي تكبح أو التي تنقص أو تخفض من التستوستيرون والتي تكلمنا عنها، هي مواد التجميل اللي هي البارابينات اللي هي الأشياء هذه، البلاستيك اللي هي الفلورايد اللي هي أشياء هذه اللي تكلمنا عليها. يجب أن يعني أن يمنع الناس الأشياء التي تسبب المرض قبل أن يبحثوا عن أعشاب تشفي هذه الأمراض أو تعالج هذه الأمراض. هذه هو يعني هذا هو الأسلوب الذي ننهجه لكي يتعلم الناس كيف يعالجون أنفسهم على الأقل. فحب العزيز يستهلك كثير في يعني بلدان الشرقية، قليل جدا في البلدان المغاربية، حتى في البلدان الأمريكية والأوروبية كذلك يوجد، لأن الآن مع التجارة تحرير التجارة العالمية طبعا كل المنتوجات الآن أصبحت يعني تروج في العالم كله. وهذا حب العزيز أن هناك كثير ما يقال عنه أنه يعالج كذا ويعالج كذا ويعالج كذا، نحن أعطينا التركيب الكيماوي وأعطينا قوة المكونات الموجودة في هذه الحبوب فقط. يعني طبعا هو نعم يقي من عدم الخصوبة ويرفع الخصوبة ويحفظ هذه الخصوبة، لأن هناك رجال يعني تدنت لديهم الخصوبة ولم يستطيعوا أن يلدوا من بعد، يعني ربما يكون عنده طفل وطفلين ثم تنخفض هذه التستوستيرون مع الخصوبة تنخفض، ويعني تصبح تحليلة يعني تحت المستوى الذي يسمح بأن يكون هناك إن شاء الله يقع هناك حمل إلى آخره. فهو يحفظ الخصوبة ويزيد في الخصوبة ويرفع التستوستيرون كذلك. لما نقول يرفع التستوستيرون وهو علينا الأشياء اللي كلها يعني جيدة الآن في مجتمعنا الحاضر، لأن يقطع الشهية هو جيد الأشخاص اللي عندهم سمنة، الأشخاص اللي عندهم سمنة دائما عندهم تستوستيرون منخفض، أقولها مرتين، الأشخاص اللي عندهم يعني نظام غذائي تكثر فيه اللحوم والبروتينات الحيوانية ووزنهم زائد، هادو أشخاص عندهم تستوستيرون منخفض جدا، ولما يتأكسد التستوستيرون يعطينا صلع ويعطينا يعني تضخم بروستاتا ويعطينا أشياء هكذا. فالأشياء اللي الأشخاص اللي عندهم يعني وزن زائد، حتى النساء اللي عندهم وزن زائد لا يمكن أن يحملنا، يعني طبعا لأن يعني تكون المبيض مشحم ويكون يعني هذا قناة فالوب والأشياء دي ربما تكون يعني مسدودة يعني تمام. فيعني هذا حب العزيز يرفع التستوستيرون، ولكن ليس قبل الامتناع عن الأشياء التي تخفض أو تنقص من الاسترول، ويحفظ الخصوبة ويزيد شيئا ما في الخصوبة طبعا، ثم يعطي قوة للجسم، لأن التستوستيرون هي كل شيء يعني يتناولها الرياضيون. يعني طبعا هذه معروفة أن يعني هذه الأشياء اللي السر الآن عند الذين يمارسون الرياضات القوية هم أنهم يتناولون التستوستيرون عليين، هناك ماشي غير التستوستيرون ككافيين وككارنيتين وما أشياء أخرى طورين إلى آخره يتناولوها، ولكن تبقى الكافيين يبقى هذه يعني هذا عامل التستوستيرون هو العامل القوي الذي يعطي صلابة وقوة لجسم الرجال، ولذلك
لاحظ على أن هناك صلابة أكثر في جسم الرجل من جسم المرأة، يعني جسم المرأة ليست لديها صلابة يعني في جسمها. لماذا؟ لأن ليس عندها تستوستيرون، يعني ولا كان عندها تستوستيرون زائد يكون كارثة، لأن غادي يكون عندها شعر في جسمها إلى آخره. فهذه الحب حب العزيز هو من الحبوب، من المكونات الغذائية وليست من الأعشاب العلاجية، يعني باش نكونوا واضحين. وعلي إذا توفر ممكن أن يستهلك كمادة غذائية فقط إن شاء الله، ولما لا. وهذه الأشياء كلها تنفع، ولكن لا تنفع إذا كان نظام غذائي يعني حديث ونظام غذائي فيه سموميات إلى آخره. لكن على الأقل شخص يكون عنده معلومة يعني كثقافة غذائية إن شاء الله يكون أحسن. نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبي.